مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح اليوم الأحد 7 شباط. تقارير كتيرة رح نكون على موعد معها خلال حلقتنا. أما ضيفنا لليوم فهو الممثل بطرس فرح، لنحكي معه أكثر عن أعماله. برز مسرحية بالنسبة لبكرة شو يلي لعب فيها دور معلم أنطوان. أما هلأ وببداية حلقتنا مثل كل يوم ناخد اتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية لنعرف كيف رح بكفي هالطقس يلي كان مبارح جدا ماطر. ومعنا على الخط استاذ محمد كنج. مرحبا. يا هلا، صباح النور. كيفك استاذ محمد؟ ماشي الحال الحمد لله. يعني امبارح فظيعه، ما بعرف قديش عليت نسبه الامطار امبارح، بس كانت كثير عم بتشتي. رح تكفي نفس الشيء اجمالا اليوم؟ بتخف عن بكره، بس بالفتره الصباحيه بيكون بضل عندنا غزاره امطار اجمالا. طقسنا مبلش غائم وماطر بغزاره احيانا بالفتره الصباحيه، عندنا في بعض العواصف الرعدية بتصير. نعم. وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة. الثلج اليوم اعتباره من 1100 متر، وعنا انفراجات واسعة بفترة بعض الظهر، بيتحسن طقس تدريجيا خلال الليل. يعني احتمال الأمطار بيضل وارد لمنتصف الليل. بكرة التحسن. بكرة التحسن، بكرة غائم جزئيا دون تعديل يذكر على درجات الحرارة، بس بضل عنا احتمال تكون جليد على الطرقات الجبلية. بس لما نقول انه اليوم رح تنخفض الحرارة قديش رح تنخفض؟ لانه مبارح صحيح كانت عم بتشتي، بس ما كان في كتير سقعة. صحيح، دافي. مبارح كانت الحرارة بين 10 و16 درجة، واليوم بعد نفس المستوى، ما حيكون عنا برد يعني. بكرة ممكن بتكسو يعني بنحس بشوية برد، بس بعد مقبول يعني. ادنى درجة حرارة بكرة ممكن تكون على الساحل ب8 درجات، وبالجبال بين 1 و9. نعم. هي ما فيها برد يعني، ما فيها انه صحيح ما فيها. طيب. كمية امطار بكرة بيتحسن طقس وشمس صحيح صافية. بكرة غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، بس عندنا تكون جليد على الطرقات الجبلية خاصة بفترة الصبح. والثلاثة قليل غيوم اجمالا، ببلش نشوف شوية ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات. على الساحل حتضلها شوي باردة، للأربعة تبلش تطلع درجات الحرارة على الساحل. طيب، وبتضل مستمرة يعني، بضل طقس مستمر نفس الشيء على نفس الحالة خلال يعني لنهاية الأسبوع؟ حيتغير الطقس مبين هيك. شو قصتنا بيزبط بنص الجمعة بيتغير؟ طيب، بعد بكير بكل الأحوال. بعد بكير على كل حال. صحيح. شكرا لك استاذ محمد، نتمنى لك أحد حلو، يعطيك العافية. عند بيارات وعناوين الصحف. مرحبا. مرحبا جوال لك ولكل المشاهدين. جولة على عناوين الصحف القليلة يلي بتصدر يوم الأحد، بالإضافة إلى المجلات الأسبوعية بنبدأها هلأ. جولتنا لليوم بنبداها مع عناوين صحيفة الحياة. آلاف السوريين في العراء وباب السلامة مغلق. أنقرة قلقة من إرهابيين بين اللاجئين، وتنتظر مفاوضات أمريكية روسية قبل فتح الحدود. والإدارة الكردية تبدأ من موسكو تأسيس مكاتب تمثيل. اتهام الحشد الشعبي بالاستيلاء على أملاك المسيحيين في بغداد. القاعدة يفجر الأمن المركزي في زنجبار. الحوثيون يفشلون في استعادة مواقع خسروها في نهم. قبول 1500 مرشح جديد للانتخابات الإيرانية. لا إجماع على لائحة التيار الأصولي في طهران. الطبيعة تتآمر ضد ترامب، وكلينتون تتوقع خسارة نيوهامشير. ساتر ترابي طويل للفصل بين تونس وليبيا. وبالعناوين الأخرى، خط دفاعي لوقف المهاجرين. وبالختام، محادثات بين كابول وطالبان. من صحيفة الحياة بننتقل إلى عناوين صحيفة المستقبل. بري للمستقبل، لينزل المرشحون الثلاثة إلى المجلس. حزب الله يكرر من الرابية شرط توفر الظروف لانتخاب عون لتأمين النصاب. التغريبة السورية، الفصل الروسي، والصورة اللي عم نشوفها هي في لعائلة مهاجرة على الحدود يلي بتفصل بين سوريا وتركيا. انتصارات الشرعية قرب صنعاء تربك الانقلابيين. ضمن حديث الأحد لليوم، السيد علي الأمين 8 أذار مسؤول عن الفراغ. البرلمان العراقي يفتح ملف المتورطين بتهريب المليارات. واليوم بصحيفة المستقبل ملف خاص عن متحف ميم أو متحف المعادن الطبيعية. وختاما، مقالة بول شاول لليوم حملة عنوان 150 عاما من العيش المشترك. من صحيفة المستقبل إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط. ممثليات الأكراد تفتح باب مشروع التقسيم في سوريا. تفاقم محنة اللاجئين على الحدود التركية.
الحوثيون ينقلون مسلحيهم من تعز إلى صنعاء، دعوة القبائل إلى حقن دماء أبنائهم في المناطق الشمالية. الإعلان عن حكومة وفاق ليبيا مصغرة في الصخيرات اليوم. مصدر دبلوماسي ستتكون من 12 وزيرا بدل 32. بعد 10 سنوات من المعارك القضائية، البنتاغون ينشر صور تعذيب لسجناء بالعراق وأفغانستان. تمام سلام للشرق الأوسط، الصراع السياسي في لبنان يمهد لدويلات. رئيس الوزراء اللبناني: نرحب بمساعدات إيران الاقتصادية والعسكرية إن كانت بلا شروط. وختاما، وفد من البرلمان الأوروبي يزور السعودية لبحث العلاقات. من الشرق الأوسط إلى عناوين المجلات الأسبوعية، وبمجلة الشراع لهالأسبوع: إخوان مصر ينشقون والقرضاوي عاجز عن توحيدهم. في ذكرى 14 شباط: مفاجأة للحريري وحضور لفرنجية وبسيل وجعجع. القصة الكاملة لمبادرة جعجع بترشيح عون كما يرويها قيادي بارز في القوات. دور بارز لصادق الموسوي في ثورة الخميني. في ذكرى 14 شباط: المهرجان سينظم في البيال بحضور 3000 شخصية من كل لبنان. فرنجية سيحضر مباشرة أو عبر ممثل، وبسيل ينوب عن عون. حضور جعجع تأكيد لوحدة 14 آذار وتجاوز الخلاف على الترشيحات. خلفيات مبادرة جعجع بترشيح عون. ومتابعين مع الشراع: العلاقة مع السعودية في لبنان هو الاستقرار، ورئيس يلتزم بالطائف. جعجع رفض اسمي عبيد وفرنجية ضمن لائحة ضمت أيضا أسماء قهوجي وسلامي وخوري. طرح اسم فرنجية من قبل الحريري نزل كالصاعقة على جعجع، فقرر السير بعون. نائب رئيس حزب الكتائب جوزيف أبو خليل: القوات وافقت على توجه عون بالنسبة لسلوك حزب الله وسلاحه. الوضع اللبناني الحالي يشبه المرحلة التي سبقت اتفاق الطائف. جنيف 3 ساحة للحرب لا للسلام. ودايما مع مجلة الشراع: في سويسرا فقط 2400 دولار لكل مواطن منتج أو عاطل عن العمل. أغلى منزل في العالم اشتراه رجل من الشرق الأوسط. مغارة جعيتا، مأساة سائح والإهمال الموصوف. وبالختام، الصحة العالمية تدعو حكومات الشرق الأوسط لاتخاذ تدابير وقائية من زيكا. وبختام جولتنا على المجلات، نتوقف هلأ مع ترجمة لعناوين مجلة ليبدو ماجازين وبأبرز عناوينها: أوروبا الشمالية زوم إن على الجالية اللبنانية. ملف خاص اليوم بليبدو ماجازين بعنوان تهريب الأثرات. البرلمان سليمان فرنجي الفائز من حيث النقاط. إلي فرزلي عون الأكثر حظا. أزمة النفايات تجاهل الصفقة الأقل كلفة. هيك بنكون وصلنا على ختام جولتنا على الصحف والمجلات لليوم. نتوقف هلأ مع فاصل إعلاني، ومن بعده جولة ثقافية وفنية مع جوال. رح نبدأ جولتنا الثقافية مع الأخت مرانا سعد، مديرة معهد القديسي رفقة للموسيقى، يلي رح تتوجه مع جوقتها إلى روما، وذلك بدعوة من المدرسة المارونية بروما وبمناسبة عيد مرمرون. إذن على مدى أسبوع من 7 ل 14 شباط رح يكون البرنامج منوع وحافل من لقاءات مع جوقات موسيقية، تمارين مع موسيقيين إيطاليين، مشاركة باستقبال البابا بساحة القديس بطرس، إضافة طبعا إلى خدمة قداس عيد مرمرون نهار 3/9 شباط حسب الطقس السرياني الماروني. Thank you.
منتابع مع أخبارنا وبالمحطة الأخيرة من لبنيز أورجن ويك أو أسبوع الأورج بلبنان بدورته الأولى، ومن بعد ما كنا مع عدة محطات بمختلف المناطق اللبنانية، الختام رح بيكون اليوم مع الكنيسة الإنجيلية الوطنية ببيروت برياض الصلح الساعة 8 المساء مع عازف الأورج ناجي حكيم، وبيشاركوا موسيقيين من الكونسيرفاتوار. منتابع كمان مع أخبارنا وبالأجواء الموسيقية والفنية، وبدعوة من السفارة السويسرية بلبنان، الليلة أمسية غنائية وعزف على البيانو مع الفنان فيفي فالبون. Ein tinteis mans ein tarvas per teu adormi sente in time to movement just five quinta. إلى عروض الأفلام السينمائية، السيني كلاب الخاص بجامعة سيدة الويزي من تنظيم مؤسسة أميل شاهين للثقافة السينمائية، ومثل كل نهار تنين بيعطينا موعد مع عرض فيلم جديد، وبكرة تنين رح نكون على موعد مع فيلم The Godfather بجزءه الأول من تمثيل مارلون براندو، الباتشينو، دايان كيتن، وإخراج فرانسيس فورد كوبولا، هالمحطة السينمائية المهمة بتاريخ السينما. إذا الموعد بكرة الساعة 7 المساء على مسرح بيير أبو خاطر جامعة سيدة الويزي بذوق مصبح. منتابع ومنرجع كمان مرة إلى الأجواء الموسيقية، لجنة تكريم رواد الشرق بالتعاون مع موسيقى قوى الأمن الداخلي بتكرم العميد الدكتور إليا فرانسيس القائد السابق لموسيقى قوى الأمن الداخلي، ضمن لقاء رح يتخللوا فيلم وثائقي، محطة شعرية، ومقاطع غنائية من الأوركسترا الهارمونية التابعة لموسيقى قوى الأمن الداخلي. الموعد بكرة 7 المساء على مسرح الأخوين رحباني كنيسة مارلياس أنطلياس. بالعودة إلى عروض الأفلام، قصة الفنان الفلسطيني محمد عساف جسدت بفيلم سينمائي من طفولته لحين وصوله إلى المركز الأول ببرنامج عرب آيدل من إخراج هاني أبو أسعد. الفيلم بيحمل عنوان The Idol أو يا طير الطاير، يلي رح بيتم عرضه بكرة 8 شباط 8 المساء بمتروبوليس أمبير سوفيل بالأشرفية. بشكل اللي تكون قصة عالمية ومش فقط محلية فلسطينية عربية. لكن أصعب المراحل كانت التصوير، واللي حصل إي تي بالعربي حصريا على كواليسها. ايضا بالعوده الى الاخبار الموسيقيه، وباطار موسم موسيقى الحجره، بتدعي الجامعه الانطونيه الى امسيه موسيقيه مع دانييلا كامارانو على الفيولون، مع لوتشا ماغارييلو على فيولونيل، وفانسو دي بينيديتو على البيانو، نهار الاثنين بكره الموعد 8 المساء بالجامعه الانطونيه الحدث ببعبده. ايضا الى عروض الافلام، فيلم او عرض لفيلم يوث للمخرج باولو سورنتينو الليله الساعه 8 المساء بمتروبوليس امبير سوفيل كمان بالاشرفيه. إلى الأعمال المسرحية، عودة لعروض مسرحية فينوس يلي تم عرضها السنة الماضية للمخرج جاك مارون، تمثيل ريتا حايك وبديع أبو شقرة. العروض رح بتكون من 14 ل 17 شباط على خشبة مسرح مونو. كوشامسكي بديع، هيدا أنت؟ لا هيدا مش أنا. أو يمكن أنت فاندا. أنا مالي عليها بالمسرحية. يعني انت هيك بس. هذه كانت المحطة الأخيرة ضمن أخبارنا الثقافية والفنية، ومثل كل نهار أحد رح نتوقف مع أغنية من الزمن الجميل للفنان محمد رشدي، والأغنية بعنوان عدوية. عدوية
وشك عدوية يا صبية ورموشك شط. وانا طول عمري غارب في المية بتشال واتحط. اسمك عدوية يا صبية ورموشك شط. وانا طول عمري غريب في المية بتشال واتحط. يا من خدود العين يا مركبي وبحري وداري يا حجر حشيله في غيابي مثل ايديكي. خديني خديني ولفي فيني السنين. خديني مثل ايديكي. خديني خديني السنين. خديني والله صورتك بتنفع تزين الجرجي. والله صورتك بتنفع تزين الجرجي. رجلي في الميه الا ومعايا عدويه. مسامير في ايديا المسامير وفي قلبي المسامير. الدنيا غربتني وانا الشاب الامن. رمش خطفني اصحابي وانا واد صياد. لفت بلاد وبلاد وبلاد صياد. امشي خطفني من اصحابي وانا واد صياد. لفت بلاد وبلاد وبلاد اتاريكي ساكنه الناحيه دي. يا سلام يا من بعد هالمحطه بيكون لنا بالعاده ناخذ اتصال من زميلتنا ورده لنعرف اكثر شو بيتضمن اليوم برنامج المجالس بالامانات. ولكن استثنائيا اليوم رح بغيب البرنامج عن الهواء لانه ست ورده مريضه اللي بنتمنى لها الشفاء العاجل ترجع لنا بالسلامه على الارجح. عم تحضرنا بنسلم عليك بس ما رح يغيب صوتها عن الاذاعه. رح بيكون في اعاده لحلقه السبت الماضي من صالون السبت يلي صادف ب 30 كانون الثاني مع الاعلامي عماد الدين اديب. رح ننتقل لعند بيارات لنعرف اكثر اليوم الاحد احوال طرقات. المؤهل محمد ظاهر من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير معنا على الخط لناخذ منه تفاصيل
عن وضع الطرقات بها الأثناء اليوم الصبح اليوم الأحد، وخاصة صباح الأحد بنعرف قديش بيكون في هدوء على الطرقات اللبنانية. صباح الخير. صباح الخير. تفضل بالتفاصيل. يعطيك العافية. الله يعافيك. مبدئيا ان حركة سير حاليا خفيفة على جميع مداخل بيروت الشمالية والجنوبية وكذلك المدخل الشرقي من الصياد، وضمن العاصمة بيروت عندنا حركة سير خفيفة على جميع التقاطعات والمستديرات. بدنا نفيد المواطنين بانه الطريق البحرية حاليا صارت سالكة باتجاه جونية. نعم. بدي فيد بالنسبة للطرقات الجبلية عندنا طريق صوفر لمدايرة نهر البيدر سالكة لجميع السيارات حاليا باستثناء الشاحنات، طريق ترشيش زحلي ظهور الشوار وطريق ميروبة حتى ساحة فاريا وطريق جميع الطرقات في منطقة الأرض سالكة لسيارات ذات الدفع الرباعي والمجهزة بالسلاسل المعدنية. نعم. بالنسبة للطرقات المقطوعة عندنا بعد عندنا طريق عيون السمان حدث معلبك، طريق معاصر الشوف كفريا وحدث معلبك عيون السمان وطريق الهرمل سير الضنية وعينات الأرز وطريق تنورين حدث الجبة وطريق تنورين اللألوق وطريق عام جرد مربين الهرمن. هؤلاء الطرقات مقطوعين حاليا. نعم. نطلب من السائقين نعم. المتوجهين الى الطرقات الجبلية القيادة بحذر وتجهيز سياراتهم بسلاسل معدنية بعد التأكد من حالة مركباتهم واتخاذ الاحتياطات الوقائية عند القيادة بهذه الأحوال الجوية السيئة، والاتصال برقم الطوارئ 112 بحال تعرضهم لأي طارئ، والتواصل مع فأم الغرفة على 17-20 للتأكد من حالة الطرقات أول نعم. بأول. شكرا لك على كل هالتفاصيل، بنتمنى لك نهار احد حلو. فصل تاني ومن بعده بنرجع مع تقريرنا، ومثل ما ذكرنا ضيفنا لليوم الممثل بطرس فرح. صباح الخير. ظاهرة جديدة عم تجتاح المتاجر والسوبر ماركت، وهي السرقات يلي عم بيقوموا فيها بعض الزبائن خلصة. هالنوع من المرض النفسي اسمه كليبتومانيا، ويعني مثلا سيدة أنيقة عجبها فستان بيكفي انه تلبسه وتمشي غندرة بتبتسم وبتقول شكرا. والبعض مثلا ممكن يستحلي لوح شوكولا او مع كيلو تفاح كيلو باذنجان ببلاش. ورغم وجود الكاميرات كاميرات التصوير بمعظم المحلات، إلا أنه ما في شيء بحول أمام تحقيق الذات وكل ممنوع مرغوب. تقرير لزميل خالد أبو شقرة. بس من قديم هي العملية من زمان من 20-30 سنة. هلا بجوز ينشر ياخده ويمشي ما انتبهله بتروح على هذا شو. ظاهرة قديمة جديدة عادة تجتاح مختلف المناطق اللبنانية وتشكل مصدر قلق لأصحاب المتاجر والسوبر ماركت. فعلى عينك يا تاجر، عم بيتم يوميا عمليات سرقة عن رفوف الدكاكين والمؤسسات التجارية. بتتنوع الأساليب وبتختلف الطرق ليبقى العنصر المشترك سرقات بالجملة بتوثقها الكاميرات وبترويها ألسنة الموظفين وأصحاب المؤسسات. مزبوط، هيدا شيء واقع صار موجود عنا كل يوم، مش انه حقلك بالجمعة مرة. وعلى ابيخ الامور يعني اوقات يعني بيسترخصوا مثلا لو دخانة بياخدوها، والعالم ما بعم تفرق معه يعني عم بيشوفوا كاميرات وعم يسرقوا يعني. تنفع الكاميرات بس احيانا في ناس عندهم اساليب خاصة، يعني مثل بيحط لك بيكون رجال حامل جزدان مثلا، جزدانه العادي اللي بيحطه بالجيبة من وراء بيفتحه بيحطه بقلبه مثلا علكة رفيعة او شيء، وبيسكر الجزدان بيحطه بجزدان عادي وبيروح بياخذ غير اغراض، يعني بحاسب بغير اغراض بس بيكون هو استحلى هيدي، مع انه بيكون يمكن حق شيء بسيط منه هالشيء الغالي. يعني ممكن تكون انت مثلا، انا اول امبارح مثلا كان عندي زبون هون كنت عم مساوي سبوق واحد القهوة، فشال كيس من الكيس القلوبات وشاله وحطه بجيبه، فأنا شفته قلت له من بعد إذنك شيله وحطه من جيبتك. هو عرف خجل حاله ومشي، كان عشتري أغراض خجل حاله ومشي. في شيء أهم هو صندوق تبرعات للأيتام، نحن كنا حاطينه هون بس ما ملزقته، فأخده مثل ما هو يعني بطريقة ما بيتخيلها البشر. يعني أنا مش كافر بس البلد كافر، أنا مقبور ببيتي ومش قادر هاجر، وعندك اللي اللقمة بتمي وأكلك قدامك يا عمي. عمليات السرقة ما عم تقتصر على محلات السمانة، إنما عم تطال متاجر الألبسة، التليفونات والمكتبات، وهي ما عم بتوفر حتى أصغر الباعة وأصحاب البسطات. أنا كل يوم الصبح بجي بفتح الساعة 6 الصبح، مرة أجا أنا عم بفتح واحد نشل الكيس وراح. فجأة بنفقد، يعني فيك تقول بنفقد دميات كمان مش بس التليفون، بنفقد دمي بفكر، في عالم تجي ما بتعرف إنه هذا دمي.
عرفت كيف؟ بقوم بيسحبوا بضل فالي، عرفت، بفكروا انه تليفون. فجأة ممكن تلاقي كفر ما موجود مثلا. عادي بتصير كثير يعني. ام وابنها هي لهتني وام ابنها سرق التليفون. في طرق ما بتنتبه لها بيغني بيعملوها يعني في كذا شغله، بيحط شنطه داخل شنطه على الارض بشيلها، بتطلع شنطتك معه، بيخبط لها ضهر السياره من ورا، بتطلع انت بمد واحد بايده من الشباك بياخذ جزام مرأة او بياخذ تليفون او بياخذ شيء. انا مش كافر بس الجوع، انا مش كافر بس المرض كافر، انا مش كافر بس الفقر كافر. بالرغم من انه ما في حجة بتبرر السرقة سواء كانت بدافع الحاجة ام لأسباب نفسية، فانه بلبنان اجتمعت مجموعة من العوامل الاقتصادية والمعيشية لتزيد من هالظاهرة وتؤدي الى انتشارها بكثرة. يا خي في اغراب كثيرة وفي فقر وفي تعتير وفي مجاعة، هذا السبب. هذا من الحالة الاقتصادية، من الحالة كمان اللي العالم مش بلاقي تشتغل. اول شيء الغلاء هيدا كثير، الاقتصاد بالبلد عدم، والعالم ما عم ترحم بصراحة، لأنه ما في شباب قاعدة ولا شغل ولا شغل ولا عملة، والعالم قاعدة ولا شغل، بدها تاكل يعني، بس جوعني بدي اقتل قتيل واكل. طبيعي يعني إذا في حالات معيشية صعبة يصير هيك، لازم يلتفتوا هالوزراء والنواب للناس. السرقة بدك اياها بالبلد، السرقة بالمجلس واللي حاكميننا وهول سرقين، والشعب معطر، إذا سرق بده يسد جوعه، بس هن عم يسرقوا لهيدا، سرقين بالمجلس النيابي وبمجلس الوزراء. بغض النظر عن دوافع السرقة وحجمها، فإنه التشدد بالمحاسبة أمر أكثر من ضروري، لأنه مثل ما بيقول المثل، اللي بيسرق قشة بيسرق جمل. أنا مش كافر، أنا مش كافر، عيدة أنت الكافر، أنا مش كافر، مدام أنت الكافر، أنا مش كافر. وضمن النشاطات الثقافية والموسيقية، شهدت خشبة مسرح بيير أبو خاطر بجامعة القديس يوسف على أمسية للفنان شربل روحانا بمرافقة البيج باند. هالأمسية كانت مزج لآلات النفخ والبيانو والدرومز، وكل التفاصيل منتبعها سوا بها التقرير. أنا من قبل ما بلش موسيقى معجب كتير بموسيقى شربل وبطريقة لعبه وهيك، واليوم اللي عم نعمله هو شوي يعني مثل conversation بين اثنين يعني civilizations، إذا بدك يعني الشرق والغرب، يعني الجاز وشرقي، بس الجاز المزبوط والشرق المزبوط. It's you know a message to everybody that musicians are a good example to everyone else. You know, we get along, we love each other, we love to work together, we love each other's differences. موسيقى هي من الشيء اللي بيجمع كتير ناس بالعالم، وكلهم بيسمعوا نفس الموسيقى اليوم، وفي عندي كتير انواع موسيقى وبتتجاوز كل شيء اسمه كلتشر وبلاد. كتير بحب عزفه، بحس كتير في فيلينجز، وبيحكي عنه، بيحكي باسمنا، بوصل شو عم نحس وشو الوضع اللي عايشينه بطريقة كتير حلوة وكتير بيسفل. شرقية غربية بتحاكي تنوع الحضارات بتاني تجربة للعازف والمؤلف الموسيقي شربل روحانا مع فرقة البيج باند. أمسية أثارت كل إحساسات ومشاعر الحضور لمدة ساعتين من الموسيقى الجادة والراقية والمميزة، وسط تفاعل كبير من الجمهور لملأ قاعة بيير أبو خاطر بجامعة القديس يوسف، واستمتع بمجموعة مقطوعات موسيقية كتب روحانا على مدى 20 سنة وتم توزيعها بطريقة مبتكرة وجديدة.
منه بحاجة لشهادة حدا لأنه ثبت حاله كفنان، كعازف عود، كمؤلف، كمبدع، مش بس لبنانيا وعربيا، عالميا شربي الروحانة. ونحن منفتخر أنه شربي الروحانة يكون أستاذ بالمعهد ويكون هو عميد آلة العود بالمعهد. إذا في يعتبر حالي كضيف بهالموسيقى، هي موسيقتي بالنهاية، أنا كتبتها بس شبهتها بكلمة كتبت اليوم على الفيسبوك كأنها هي مثل أولادي وخلص. أنا ربيتها وأول طعميتها مدري شو هني، وفاتت على المدرسة بعدين راحت على الجامعة بعدين راحت بالانطلقت وصلت لموزعين بأمريكا، موزعين موسيقيين هني تعاملوا معها شف، يعني حتى أنا هلأ بشوفها بطريقة مختلفة صرت، يعني عم بعزف مع الشباب مش يعني من مال هي موسيقتي بس من مال كأني كمان عم بكتشفها عن جديد. هو بدق ونحن قلبنا بيكبر فيه، يعني ما فينا ما نحضر شربل لأنه بيعمل إنجازات موسيقية، مش بس أنه بدق عود كتير منيح، أنه شربل بيعطي التوندونس الجديدة، بيعمل الفيزيون يلي ما حدا غيره بيقدر يعملها. هو الأصالة شربل، ضلوا شربل وضلوا العود، عود لبناني أصيل، مش هناك ما فينا نفوت لقاء مع شربل. عروسنا عروسنا كلها ألا فينا شو علمت الجاز بامتياز، امتزجت فيها آلات النفخ والبيانو والدرامز بالإضافة لآلة العود بأنامل وصوت روحانة اللي كان خير مثال لفنان سلك طريق الثقافة والفكر والإبداع. حلو وأوريجينال، يعني لأن الجمع بين الشرقي والغربي فيها شيء كتير يعني بيقولوا انكسايتنج، يعني مثير للأذن وللسمع. أنا ما كتير بحب الموسيقى بس هو موسيقى وسبيسيال ما كتير بحبها. موسيقى كتير سنسيبل وفيها كولتور كتير وموسيقى حلوة. أنا تلميذته وفخورة بهيدا الشيء وبتوقع the best، يعني دايما انا مطرح ما هو بيروح انا بلحقه، ما مفوت له ولا حفله ابدا. يعني عنده احساس حلو وعنده طريقه حلوه بالعزف، ولا ما بنحبه كتير الوتريات الدق على عود وكذا، ونحن منتابعه شوي شيء مفروض يعني تتعامل مع كل الناس لان هيدي بترفع مستوى البشر لفوق. هلا الساعة 1:30، عبكرة بتصير الساعة 6:30،
ومن هلا لعبكره في 5 ساعات وبده يصير شغله من شغلتين. يا من عوزكم واحد ولا الثاني حسب الترتيب اللي رح نعطيكم اياه هلا، وبالاخر منفجر بلاي علينا انا فهد. يا كلكلي كل اللي ولك كلكلي ولا شو اسمك انت؟ كلكلي ولا اول كلكلي كل اللي لا شو بتشتغل انت؟ كل اللي لا شو بتشتغل؟ كل اللي يا خيي روبرتو تلياني. وقف ولا وقف جمع لي الدنيا. راح بعطيكم 5 6 انتو نايمين سوا وهيك بتضلكم نايمين سوا 5 6. سيدنا لو بتحطوا قلو 5 وانا 6 لانه انا سيدنا هو غريب، انا ابن البلد هون. انت يا ابن البلد 5 وهو غريب 6. شو هالشريعة؟ من 5 حد 6 بل ما نحطكن حد بعدكن هيك نحطكن هيك من ايكم فلشي في هيك. ايه اذا هيك ايه روح انت يا مولي فلاني على امباسادور ايطاليا. مين عمره هون؟ هو مواليد 56. اهلا وسهلا فيك استاذ بطرس على الهواء. كان عم نحكي عن مشاهد نزل السرور. نزل السرور ايه. هالمسرحيه يلي موعودين كمان انه ام ميديا تحولها الى فيلم سينمائي مثل بالنسبه لبكره شو. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. كيف اصداء المسرحيه بالنسبه لبكره؟ ليكي كثير حلو كثير حلو رغم تضارب اراء الناس حولها يعني، بس شغلي متعه مش ما انا حضرت 3 مرات بالافتتاح واخذت عائلتي مرتين، واذا بصح لي اكثر بحضرها اكثر كمان. شغلي حلو وانت شاغل فيها ومثل فيها حافظها. ايه 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 يعني هي دي المسرحيه من 35 سنه انعملت، وهلا لحد هلا الناس بيحكوا فيها وبينبسطوا فيها ومبسوطين انه انعملت، رغم انه ناس كانت تسمعها ماش حضرتها كانت تسمعها مثل كل المسرحيه مثل المسرحيه يعني نزل السرور كمان بنسمعها ايه. فيلم امريكي طويل مزبوط. يعني كلهم بنسمعهم الجيل القديم مزبوط. مش شايف المسرحيه مش شايف المسرحيه بس حافظهم من خلال السمع من خلال يعني. على الكاسيتات كنا على الكاسيتات. طيب نزل السرور يلي كنا عم نشوفها قبل رؤوف بالقوه ايه. بدك غنيه ملحنه للثوره انت وعباس، كان في جمله شهيره بالمسرحيه فترجع ايه. تعدليها بنفس اللهجه ايه. التعتير ايديولوجية التعتير. كنت عم تخبرنا عن إيه؟ سوري علاقتك بزياد، كيف تعرفتوا سوا؟ كيف تعرفتوا على بعض؟ انا معرفتي بزياد بسنة 72 نحن كنا بنادي بنايا جلي الديب، من هونيك انطلق زياد من نادي بنايا جلي الديب، اخذ الفرقة وعمل سهرية. بقى انا كنت أولاً. ايه بقى انا كنت عم بعمل مسرحيه للاخوان الرحباني اعادي هواد كنا بمدرسه الفرير فن الشباك. خلصت المسرحيه ولا اجي لعندي زياد عم غير تيابي انا، قال لي انا زياد رحباني، قلت له ايه بعرفك يعني، قال لي عايزك هلا بس تخلص بدي احكي معك. التقينا تاني يوم على باب ادريس وكان معه نص سهريه دغري. ايه 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 كان معه نص سهريه، قال لي بدك تلعب دور عزو، انا بحكيها علنا بدك تلعب دور عزو، بس ما صار لي كفي معه لانه افراد النادي احق لهم مني، انا كنت بسن الفيل ولد المنطقه عندهم يعني. ايه رجع مره بس رجعت اشتغلت معه بنزل السرور بنزل يلي السرور. كانت اول عمل لإلي مع زياد رحباني. مين اخذ دور عزو رجع؟ بيير جامجيان. بيير جامجيان زميلنا بيير جامجيان. اوكي ايه. هو اخذ دور الدور ومش الحال. طيب يلا بنشوف مقطع
يثبتوا وجودهم غدا الساعة 10 هنا في هذه القهوة وأمام اللجنة الفاحصة. وسوف تكون اللجنة الفاحصة مؤلفة من السادة الأستاذ معلم نخل التنير رئيسا، وابنته ياسمين نائبة الرئيسة، وداعيكم عزو أعضاء. بس يا شباب شي طيب صوت منيح خي، شو بتعملوا فيه؟ مهضوم فيهم. يعني عملت سهرية حلوة، حضرتها للمسرحية سهرية كل يوم انزل على الأورلي، كل يوم بعد يوم انزل على الأورلي. وقديش حسيت في حماس جواتك مسرح الأورلي بالحمراء، حماس انه العمل الجاي انت بدك تكون مع زياد؟ بدي يكون بكل ما في، بدي يكون معه 100%. طيب خبرنا كيف كانت تصير التحضيرات، كيف رجعتوا بلشتوا بأول عمل؟ يعني ما زبطت سهرية بس انه زبط كتير عمل غيرها. ايه تلفن لي، ما بعرف اذا كان في تليفونات بهذيك الوقت، بس انه اعطاني خبر وجينا وعملنا بروفيتنا بنادي جل الديب بالنايا ومشيت المسرحية. وعمل لك شغلة رهيبة كانت حلوة. قديت مرنتوا بطرس؟ شي شهرين. شهرين. طيب زياد بياخد وقت بالتمرين. ايه؟ خبرنا عن التمرينات، كيف بتكون تمرينات؟ بيرتجل بمواقف مضحكة؟ شو بعرفنا؟ أول شيء بيكون الناس بيقرأ لنا النص لكل الفرقة. هو بيقرأ النص وبيقرأ بالطريقة، إذا أنا كنت بنزل سرور أستاذ رؤوف بيقرأ لي رؤوف بطريقته هو، أنا هيك بدي أقولها مثل ما هو بده إياها. أنا تنقال يعني أبدا هيك وببلش تمرينات ورا بعضهم كل يوم كل يوم. شهرين تمرينات. كان هاي الشغل بجنن، كان الشغل معه عم بحكي. يعني في صعوبة إنه بدك تكوني up to date معه، وبس متعة زياد رحباني يعني ما بتحس ضغط نفسي. لا. عروض أبداً مكثفة. رغم بقوله إنه زياد مزاجي يعني صحيح، كل يوم بمزاج كل صحيح. يوم بمود، ما في بنكون عم نعمل بروفا بيطلعلك بشغلة بتفرط الفرقة من الضحك يعني. مزاجي إيجابي يعني. إيجابي. طيب مزاجي الأغاني إيجابي. يلي بالمسرحيات عن جد ما بتنسى، وهون تحية لجوزيف صقر، تحية لروحه الراحل الموجود يلي صحيح. عن جد حاضر معنا بكل سهرة صحيح. بكل قعدة بكل جلسة وبكل مسرحية عم نشوفهم سوا هو زياد وبنسمع. يلا هاي نزل رزق الله رزق الله رزق الله على الحلو. طيب يلا ها نسمع. هالمقطوعة اسمها فرح، اسم عائلتك أبدا. بطرس يلي بيسمع مسرحيات زياد وهلأ صارت الفرصة انه يشوف مسرحية مثل بالنسبة لبكرة شو، بيشوف قديش المواقف عفوية واقعية. انتو كممثلين كنتوا تحسوا حالكم اللي عم بتمثلوا على خشبة المسرح او لا؟ أبداً يعني ابدا ابدا، من خلال الناس كنا نقول ادوارنا بكل عفوية. لانه زياد ما كان يقلنا انه ما بدي من تبين انك عم بتمثل،
قولوا مثل ما مكتوب الناس عفوي 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 بالمره. كنت تقلنا بالبروفا مثلا كان يقرا تنقول مثلا شخصيه انطوان ايه؟ يقرا لكم اياها ايه؟ اول شيء مثل ما هو شايف انطوان ما هو شايفها. بس كان وقتها يكتب يكون شايف بطرس فرح قدامه وهو عم بيكتب 100% كان يكتب لالنا يعني بيكتب لالي بيكتب لالي كان يكتب للاشخاص اللي بيعرفهم ابدا. يعني انا مثلا بفيلم امريكي طويل كنت مركب جسر الاسنان وبعدني ومذكوره انت مركب جسر الاسنانك بقول له يا بكبوك بكبوك تحته كان يكتب لنا يعني حتى على الجسر يعني حتى الريشه المزبوطه يعني ما كان يكذب ما في كله مزبوط ما في كذب كله حقيقه كله صراحه. طب انت شاطر بالحسابات هالقد تقريبا يعني مش كتير بس انه ما تعذبت تحفظت هالارقام كلها بلا بلا بس كنت شاطر بالحفظ انا كنت شاطر بالحفظ طيب بتلاقي انه المسرحيات فيها كلنا بنعرف انه عنده نفس الروح ايه زياد ايه بالمسرحيات هالروح كانت موجوده بالكواليس ايه بالكواليس يعني تنقلوها معكم تعيشوها قبل معلوم كلها يعني كانت المسرحيه مسرحيه ونحن كنا نعمل مسرحيه بالكواليس وعلى المسرح متواصل كان متواصلين كنا بأدوارنا. طيب وليش هالقد برأيك معلمة هالمسرحيات بالناس حافظينها بتحكي عن أيامنا هلأ رغم أنه هي انعرضت بالضبط هيك كان يعيش الواقع يعني كان زياد ما يحكي ما يتخيل لبعيد كان من الناس من الشارع مسرحياته من الشارع حكي الناس تصرفات الناس عيشة الناس مشان هيك كانوا يكونوا طبيعيين وقراب لنا احنا طيب عم بتشوفه عم تحكي قليل صار لي زمان مش شايفه بس دائما بنزل لعنده ونسهر ونتعشى ونقعد نحن وياه طيب قبل ما نشوف مقطع من فيلم امريكي بس عندي سؤال بس كان يجي اخر عرض للمسرحيه هيدا اخر عرض كيف يكون وكيف تفله من المسرح يا ويلي مأساة بس نفل لانه مش نقعد نحن شو اي مسرحيه كانت تقعد 6 7 8 9 اشهر يعني بالنسبه لبكره قعدت 10 اشهر كنا نفل على امل نلتقى ما كنا نتضايق لانه كنا نترك بعضنا في اشخاص كانوا يفلوا انا كنت اجي لعنده صار عنده بس على بنا انه في مسرحيه ثانيه منعود فيها ما هيدا اي منعود فيها طيب نتذكر فيلم امريكي طويل بهالمشهد يعني مبيوت للضغط العالي فكرك منيح لا العالي ولا الواطي بالنص ما بياخد الفلتين لا بدك تاخد مش تحت امرك طيب قوم هلا يلا منى نحن كنا منى كان دورك قاسم فيلم امريكي طويل بس في إلها قصه بليله من الليالي صار شيء تغيرت انقلبت الادوار أيوة. احسن على شو خبرنا أنا كنت بلشت بقاسم بالمسرحية وبعدين في زميلنا رفيقنا جيم مضطر إنه بده كان عنده فيلم كان عنده فيلم مضطر ينفذه يعني فقالوا لزياد إنه أنا مش رح فيني كفي بدي أعمل هذا الفيلم طلب مني زياد أعمل أستاذ عبد الأمير وهيك صار ولعبناه بنفس الليلة يعني بنفس الليلة يعني بنفس الليلة اللي ترك فيها رفيق انت اخذت دوره ومدير المسرح اخذ مدير دورك المسرح بس انت قديش كنت حافظ المسرحية لدرجة انك بنفس الليلة قدرت تقلب ادوار صحيح كنت حافظ المسرحية كلها كنت ورجعت استعنت بالناس شوي قدامي وقطعنا هذيك الليلة والعرق البارد يكب علي شو بتتذكر جملة من فيلم امريكي طويل؟ من قاسم او من عبد الامير اول شيء قد ايه بدك تنبش بالذاكرة مش متذكر اكثر فيلم بعتقد بيشبهنا هلا عصفورية وفيلتي ابد عصفورية وفيلتي موعدين انه فيلم امريكي طويل هو الفيلم الثاني اللي رح نشوفه صحيح ان شاء الله بعد بالنسبة لبكره بالنسبة لبكره شو ايه صح ان شاء الله يا رب متعة هيدولي متعة يلا وإذا انا مكتب يا بطل تفضل يا خيي
فلكين اللي عم بينتقدوا نوعية الصورة بنشوف هون هلا بالهيدا التريلر يلي عملته أم ميديا لفيلم أمريكي فيلم أمريكي طويل قد الصورة منيحة مقارنة بالمشهد يلي شفناه من المسرحية قبل صحيح. لأنه العالم عم تنتقد بس بالنهاية مزبوط. يعني منيح مزبوط. اللي بقي هالفوتج ومنيح اللي تحسن بهالطريقة نقدر نشوفه بالضبط هيك. يعني مسرحية من 35 سنة يعني وين كانت محطوطة ما بعرف يعني وين بس انه 35 سنه عمر يعني صح تقنيات التصوير اللي اشتغلوا عليها الحمد لله هي المسرحيه ما تصورت يعني تحيه لروح ليال الرحباني بالضبط هيك يلي من خلال الصوره بنعرف انه ما كان قصدها تصور للترويج كان قصدها تصور لتترك عندها الفوتج بشكل شخصي يعني هذا الشيء كثير واضح وليشوف زياد كيف كنا نشتغل مزبوط يعني بروفا تحسنه بالاداء بالضبط هيك يعني لكل الناس يلي عم بينتقدوا انا محلهم بشكر ربي قدرت تشوفها لانه حافظتها كان عندي كتير حشريه شوف الناس كيف عم تلعبها على المسرح 100% انا من التعليقات اللي سمعتها انه كثير عالم انتقدوا الصوره والصوت رجعت قلت لهم ما حضرت انه ما شفتوا شو كتبوا اول ما بلش الفيلم قال لا قلت لهم كتبوا انه بنعتذر اذا شفتوا في اخطاء او نوعيه نوعا ما مش منيحه او تبديل بالملابس او بالراكورات لانه السبب هو مزبوط يعني هن ما كانوا عم بيعملوا اصلا فيلم جديد تجاري عم بيطلقوا تجاري عم يعملوا هن عم يرجعوا يعيدوا الذاكره تبعنا بقى هيدا الشيء كثير حلو صحيح نحن كنا حاضرين بالافان بريمير ل... ايه. بالنسبه لبكره شو ايه. وصورنا تقرير رح نرجع نتذكره ونرجع نتابع حديثنا اوكي كم بكرة مرق من وقتها وبعد ما عرفنا بالنسبة لبكرة شو بهالعبارات بدأ الفيلم السينمائي يلي عم بيقدم مسرحية زياد الرحباني كاملة بالنسبة لبكرة شو ومع مرور 37 سنة على هالسؤال بعده مطروح وهالعمل أظهر مدى استشرافه على واقع ما زلنا عم نعيشه ليومنا هالمسرحية مثل مسيلات لزياد الرحباني حفظوها اللبنانيين عن ظهر قلب الأمر يلي بدأ واضح خلال العرض الافتتاحي للفيلم بحضور منتج العمل إلي خوري صاحب شركة أم ميديا يلي كانت وراء ولادة هالعمل وحضر أيضا الافتتاح عدد من أهل الفن الإعلام والسياسة كانت الفكرة انه هون لي شغلات نحن جيلنا سامعون انا من اللي حضرون بس في كتير من جيلنا ما قدر حضرون انه هون لي بيحبوا يشوفون لايف بيحبوا يشوفون كيف كانوا مش انه رجع يتمثلوا او رجع يتصوروا واعتقدت كمان او بالاحرى لاحظت كمان انه في اليونج جنريشن الجديد اللي هني عم يسمعوا زياد او سامعينه او حافظينه عبالهم يشوفوا هالشي ويشوفوا شو يعني السبعينات والثمانينات كيف كانت فمن هونيك انطلقت الفكرة مسابة انه بعرفه صاحبي معه لزياد اخدتنا يمكن شي 15-20 سنة لاقتنع يعطينا اياهم ولما عطانا اياهم كمان اخدونا شي سنتين شغل لرتبناهم وما صورت بنهار يعني صورت عدة ايام صورت الرحلة اخته لزياد ليال رحباني ف رح تشوفي هلا انه منا مصورة بهدف إذا بدك سوبر بروفيشنال it wasn't professionally film بس فكانت هيدا الصعوبة انك قدرنا نجيب الفوتج بعدين نحاول ونزبطه ونرمم الصوت والصورة 650 ليرة هم عايشين هذا بندوره وليس وليس هذا بندوره بنعمله ولو عايز اللي قاعد ما تخيل بيه بدور هالعمل الممتع حول الشعب العنيد الشعب المسحوق صراع بين الفقر والعيش بكرامة
وسخرية من واقع مرير بين الرفض والاستسلام بطريقة زياد الرحباني. أنقذته شركة أم ميديا ونزعته من رفوف زياد الرحباني وأضيف له التصليحات اللازمة لتحويله لشريط سينمائي. فتم إرسال الأشرطة إلى أمريكا لتحسين الصورة وإلى ألمانيا لتحسين الصوت، مانحين الجميع فرصة وخاصة جيل الشباب إنهم يتمتعوا بمشاهدة العمل يلي حمل كل معاني النوستالجيا والقيمة الفنية. هالمسرحية تم تصويرها من قبل الراحلة ليال رحباني بغية الاستعانة فيها للاستعمال الشخصي لزياد. بالمسرحيات زياد إيش حقيقة يعني كأنه مش عم نمثل. كان في مشكل بالساند سناك يعني بالبار كان يصير مشهد بالكواليس في أمبيلانس حاضر أمبيلانس قد ما شباب يعني بيتحمسوا بيضربوا لبعضهم مش التمثيل يمكن حقيقة مرة مكسور واحد سنين سنه واحد رايح وركو ما بعرف شو يعني هالقد كنا حقيقيين. حبيب شوف حالي كيف كنت من قبل بعد ما ختيرت يعني صرت عمري فوق 60 ما بيحبوا يقولوا ختيرت إخواتي. بالنسبة لإلي هيدا حدث كتير كتير مهم لما يتضمن من رسالة كتير مهمة يعني اليوم لإشي اللي عم نشوفه التدهور الثقافي اللي عم نشوفه بشكل فظيع إنه ترجع مسرحية مهمة جدا المضمون تبعها كتير مهم من كل النواحي يعني. واحد عم ياكل خس وطبعا ما فينا ننسى المبدع الغائب الحاضر جوزيف صقر يلي أطفى جمال على جمال المسرحية بصوته المميز. عم تعزمك لتشرب كاس معها أختي يطلع ضيعة فيه تصير الظهر لبرا عرفت كيف؟ رجع تتفوت لجوا كتير فرحانين نشكر الله كتير سمعانين حافظينا أكثر من هيك ما فينا. كنا نحضر كل ليلة كل ليلة نروح تحت الضرب نحضر انتراكت هلا ما في ضرب نرجع كل ليلة نروح وهيك في غصة يعني كتير متحمسة احضرها بس شايفين صور ولا مرة شايفين فيديو. ويخرب بيت عيوني عياشو حلوين. بالماضي يمكن واحد كان يهرب هريبة ليحضر مسرحية لزياد الرحباني، لا اليوم جايين بكل فخر نقول انه هيدي الصفحة طويناها نحن عايشين لبكرة. بتذكر انه خيي وكل اهلي يعني كانوا يقعدوا يسمعوها بالحرب لما كنا نسمع على الراديو ونحط على البطارية بالراديو وقتها ما يكون في تي في نسمع على صوت الشعب مسرحياته كلها. بعرفهم يعني ومعياشهم وربياني عليهم مثل ما بيقولوا، اكيد هني قبلي بس فترة صغيرة ما بدي كبر حالي كتير. خلي ضل في موسيقى بالمحل يا نجيب المفاجأة يلي وعدتنا فيها أم ميديا كشفت قبل بدء عرض الفيلم بإعلان عن عمل تاني لزياد الرحباني قريبا فيلم أمريكي طويل. بس بكرة خليها تكون القهوة جاهزة قبل الساعة 10. مأمور. يا عبدو قول كيف لقيت لي السهرة الليلة؟ منيحة شو بها؟ السهرة كانت ناشفة ما في واحد قال اه. بدك للمزبوط فعلا كانت ناشفة. وين صاروا هود اثنين اللي وعدتني فيهم؟ الجماعة اللي بيطيبوا انا قلت لهم يجوا وبفتكر اليوم بيوصلوا. وانت امين منون؟ ولو يا معلم نخلي. وشو عرف؟
الأول عامل تخصص 5 سنين مظاهرات مع طلاب الجامعات. يا سلام. وزيادة ثقافي سافر على أيرلندا اشترك بالمظاهرات هوني. وبكرة بتشوف عيونه مبجبجة عنابل دموع. وناس خطف سليم. أخطأ لعبالي أخطف حدا. أنت بدك تخطف حدا؟ أنت روح أخطف لك شي جنب الجيب بيمشي الحال. أنا؟ إيه أنت بلك يخطفوا لك نفسك بريحونا منك. دخلك عشان تعملت انت استاذ. انت كمان بتغني؟ لكن شو جاي تعمل؟ انا بسمع. تسمع؟ ايه؟ بتحب تطلع تقعد مع اللجنة؟ ما في مانع. اتفضل. علمنا خلي! صار فيك تتفضل! لا يا شباب بسيط الزقفة، عم بحب الحماس. شو مين حضرته؟ حضرته من اللجنة. ولا ما نحن اللجنة؟ حضرته كمان من اللجنة بس من برا. ليش اللي جوا ما بيكفوا؟ بيكفوا بس يلي من برا كمان ما بيشكوا من شيء. ايه عاد. شو الشباب جوة شو انتو هون؟ جوة شو يا اخوي؟ اهلين تفضل. سهرية من المسرحيات كنت انك تروح كل ليلة تحضرها. ابدا ما في على اورلي. كيف كنت تحس تجاوب الجمهور ردة فعل الجمهور؟ ما كنتش لاقي محلات كنت واقف لاحضر. قد ما حلوة كانت. حلوة. طيب بين فيلم امريكي طويل بالنسبة لبكرة شو و نزل السرور اي وحدة اقرب لك؟ اي وحدة بتحب ترجع تلعبها؟ اي وحدة بتحس الناس بحبوها اكثر؟ بالنسبة لبكرة شو؟ خلينا نقول ما قريب لإلي لأنه أنا كنت موظف شركة أدوية أساسا. مش شغلتي أنا هيدي أساسا. مش متفرغ لها. ورحت عم طف لحقت حشغلك بشركة أدوية وروح على المسرح. خلي شغلي وروح على المسرح. وبعد كنت بحسابجي كنت بلاسي ميديكال أمر عزبانية أقبض منهم يحمل شنطة. وبالنسبة لبكرة كان مستر أنطوان يحمل شنطة. يعني مثل ما شافك مدير المطعم زياد بالحياة يمكن عطى خبرية الجزر. ما قلتي لي قبل شوي السؤال بيكتب للأشخاص. طيب بالنسبة لما حكينا عن شي فاشل. لا شي فاشل كنت أنا المنتج. منتج المسرحية يلي بياخد منه تصرت أخد من إجري يعني. بياخد منه مصاري صرت اخذ من اجري انا ومدندلني بالديون وبالشو اسمه وخارب بيتي. هذا كان المنتج بالنسبه لبكره. بدنا نقول بس انه بالنسبه عن شي فاشل إيه؟ بس بالنسبه لبكره شو من اول جمعه عن جد حطمت ارقام 65 الف مشاهده باسبوع واحد بالنسبه لبكره شو بالسينما يلي فيلم يعني ماشي يعني حتى شغل كسر شغل. الافلام التجاريه دير الهوليووديه لهالدرجه حقق ارقام كبيره ومن هيك بعشرة الشهر بالنسبه لبكره شو رح تنتقل لدبي يعني كل اللبنانيه اللي بدبي او حتى الاشخاص اللي بيعرفوا هالمسرحيه ومنو لبنانيه بس سامعينا رح يقدروا يحضروها بدبي جديدة بعد 3 ايام مبلشين العروض بدبي. حلو كتير حلو الله يوفي. طيب هلا شو هلا ويننا؟ نحن هلا مع استاذ جورج خباز بوجه له تحيه لهالمبدع هيدا يلي عم نعمل مسرحيه نحن وياه هلا اسمها مع الوقت يمكن. جورج كتير بحبه لزياد الرحباني كتير كتير وربع على اعماله ومؤثر فيه وبحبه ومثل هو صحيح مثل له بعد اعادات لنزل السرور وببنادي بإني انا عملت المسرحيه بالباترون لانه هو من الباترون هو وبيو صحيح يعني هلا قبل شوي الاب والابن صح يعني. الاب والابن فبوجه له تحيه للاستاذ جورج خباز ونحن هلا بشاتو تريانو عنا عروضات 4 5 جمعة 7 أحد بقول لك ما فيك تتصوري شو كومبلي المسرحيه بيجوا من كل المناطق يحضروا مسرحيه كتير حلوه.
اصلا هيدا مسرح جورج خباز، نحن بنوجه له تحيه. بنتشكرك كثير على وقتك. امبارح كان عندك عرض بس اليوم جيت بكير. شكرا. ميرسي. اهلا وسهلا فيك. جابوني اخذوني وجابوني. ميرسي. يلا نحن ناطرين هلا المولود الثاني اللي هو فيلم امريكي طويل، كمان قريبا نشوفه بالصالة اللبنانيه. اهلا وسهلا فيك استاذ بطرس فرح. نوستالجيا كان الحديث معك عن جد بالفعل. استعدنا كل هالبشير من كل الاعمال تبع زياد الرحباني. اهلا وسهلا فيك. ميرسي. شكرا. يعطيك الف عافيه. شكرا. يعطيك العافيه. نحن لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم نهار الاحد، وبنتمنى لكم احد حلو. نحن بنشوفكم بكره بحلقه جديده. انطرونا. باي. باي.